كابتن حلمي، مش ممكن هتبقى معايا ومش هسألك على ما يحدث في الكرة المصرية، انت عندك شك ان الدورة هيكمل ولا ممكن تحصل فيه مشاكل؟ والله البدايات غير مطمئنة بالمرة، وانا شايف اخطاء كتيرة واعتراضات كتيرة جدا وتهديدات كتيرة جدا بعدم تكملة المسابقة، وأندية بتهدد. فيعني جايز جدا، ولو أن الواحد ده يتمنى ما يتمنهاش طبعا يعني طبعا. لكن احتمال وارد أن المسابقة لو استمرت بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا الضعف في عمل كنترول على الأندية وعلى اللاعبين داخل الملعب وعلى الأجهزة الفنية، أعتقد الأمور هتبقى صعبة جدا.